ممكن يكون. كما تفضلت يا بروف، هي طبعا في المجال الخدمي وخاصة الخدمات الصحية بتعقيداتها وبالتحديث المستمر والتطور العلمي المستمر، بتبقى مسألة المعايير وتحديثها هي تحدي حقيقي، تطوير الأدلة والمناهج العلمية تحدي لكل المؤسسات. فالجودة معنية في الخدمات الصحية تحديدا أستاذ إبراهيم ببناء منظومة متكاملة تضمن تطبيق المعايير الطبية المحدثة، المعايير الطبية المحدثة المبنية على البراهين العلمية، طيب، وتقيس أثرها على صحة وسلامة المرضى. فهي تطبيق معايير محدثة مبنية على منهجيات علمية براهين علمية تضمن سلامة وصحة المواطنين. فبناء هذه المنظومة المتكاملة يتطلب جهد مستمر من هي التعريفات بتاع التطوير المستمر للجودة والجودة الشاملة. ثم معظم المؤسسات الآن كما في الصناعة، أنت قبل ذكرت أن موضوع الجودة في السلع والجودة في الخدمات، الجودة في السلع صارت